محليا أيضا نفذت هيئة الرقابة الإدارية حملات تفتيشية على مستوى محافظات الجمهورية للتحقق من الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات الحكومية بأقسامها المتعددة. وشملت الحملات التي 12 مستشفى في محافظتي القاهرة والجيزة إضافة إلى 52 مستشفى على مستوى الجمهورية. كما شملت الحملات أيضا قيام أعضاء الهيئة بجولات مفاجئة في مستشفيات أسيوط والمنوفية والشرقية وغيرها للوقوف على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ومدى توافر المستلزمات الطبية. الأستاذ شحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية ينضم إلينا عبر الهاتف. أستاذ شحاتة مرحبا بك، من أين نشأت الحاجة إذن إلى حملات هيئة الرقابة الإدارية للقطاع الصحي في مصر؟ يعني نشأت الحاجة منذ انتشر الفساد ومنذ عام الفساد في مصر ومنذ يعني بقى يعني تقريبا شبه انها عدوى وانتشرت، ما بقاش في حد مستثنى تماما من الفساد. فبدات هنا انتشرت الحاجه الى وجود جهاز كهيئه الرقابه الاداريه لهذه المساله. ولكن اسمح لي انا يعني بثمن اولا دور الرقابه الاداريه بشكل جيد جدا جدا، وبثني على دورها في الفتره الاخيره، وهي مسكت قضايا كثيره جدا جدا، قضايا راي عام. ولكن عايز اقول الى متى ستظل هي الرقابه الاداريه هي اليقظه بس في البلد، هي اللي شغاله في البلد، هي اللي تمسك قضايا؟ انا رايي انها مش هتقدر تستمر بهذا الوضع وبهذا النشاط. على الاقل استاذ شحاتة انسجاما مع هيئه ما ذات دور فاعل تؤدي دورها على النحو الامثل كما تقول، لا باس اذا ان نتحول الى البناء على ما تقوم به هيئه الرقابه الاداريه. حضرتك تتحدث عن مواجهه الفساد وحمايه الوظيفه العامه او حمايه المال العام كجزء من الادوار المنوطه بهيئه الرقابه الاداريه، ما هي الخطوات التاليه التي يمكن البناء عليها لجهه او هيئه تقول انها تؤدي ما عليها؟ ده كلام جميل جميل جدا. لابد من، احنا مصر موقعه على حاجه اسمها اتفاقيه الامم المتحده لمكافحه الفساد من سنه 2005. الماده 6 في الاتفاقيه بتلزم مصر بانشاء هيئه وطنيه لمكافحه الفساد. هذه الهيئه هي هيئه وقائيه بتضع سياسات وبتضع لوائح وبتضع نظم تمنع وتقلل الفساد، بالاضافه الى انها بتقوم بدور المنسق ما بين هيئات مكافحه الفساد بشكل عام، لانها هي لوحدها مش هتقدر تكافح فساد، ولا سيما ان دورها وقائي. اضافه لبعض التدابير الوقائيه اللي حطتها الاتفاقيه زي قانون حمايه الشهود والمبلغين، لان انت عمرك ما تقدر تحصر فساد بدون ما تتعاون مع شهود ومبلغين، بالاضافه الى قانون اتاحه المعلومات، بالاضافه لعده مدونات سلوك وهكذا. وبالتالي يعني انا ارى انه هيئه الرقابه الاداريه رغم دورها الجيد اللي بتقوم بيه دلوقتي، كم مره هتقدر تعمل حملات على المستشفيات؟ لا يمكن تقدر تعمل الحملات دي كل يوم. وبالتالي انا محتاج اطار مؤسسي اللي هو هيئه مكافحه الفساد. طيب استاذ شحاتة لو سمحت، طالما اننا نتحدث عن الفساد، البعض يقول ان الفساد على قدر فداحه وجسامه اخطاره لا يشكل العدو الاول للجهاز الاداري في الدوله، ولكن هناك بعض القطاعات ومن بينها القطاع الصحي يواجه بعض المشكلات في المخصصات الماليه وفي ضيق ذات اليد بين قوسين، ما الذي يمكن ان ينتجه او تنتجه هذه الزيارات المتتاليه او الحملات المتتاليه لهيئه الرقابه الاداريه على قطاعات عده من بينها قطاع الصحه؟ لا انا بختلف مع اللي بيقول ان الفساد مش هو الـ 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 المشكله الرئيسيه وانه عنده عجز في بعض القطاعات. اولا الفساد، ثانيا الفساد، ثم ثالثا نشوف هذا العجز ونعالجه. وانا اعتقد انه كل شيء يتعالج، لكن بشرط انه ما يبقاش فيه فساد. شكرا جزيلا لك شحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، معقبا على الحملات التي قامت بها هيئة الرقابة الإدارية على مستشفيات بمحافظات الجمهورية المختلفة. شكرا جزيلا لك.